حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. اعلنت اللجنه الماليه النيابيه في العراق ان مبلغ موازنه عام 2023 يتجاوز 200 تريليون دينار. هذا ولفتت اللجنه الى ان تذبذب اسعار الدينار العراقي امام الدولار وعدم تثبيت سعره في الموازنه بعد اقرار الحكومه خفض سعره وتداوله إلى 2300 دينار للدولار الواحد أخر إرسال الموازنة إلى البرلمان، مضيفة أن إقرار سعر الدينار أمام الدولار رسميا سيحدد العجز في الموازنة ومقداره. أشار مستشار رئيس الوزراء المالي في الحكومة الحالية مظهر محمد صالح إلى وجود جدل حول سعر برميل النفط لأغراض احتساب عوائد النفط في الموازنة العامة للعام الحالي بين 65 و 75 دولارا للبرميل. وقال صالح إنهم ينتظرون إطلاق نقاش موضوع الموازنة في قادم الأيام ورأي مجلس الوزراء في الحكومة الحالية بشكل نهائي قبل أن تعرض مسودة قانون الموازنة على مجلس النواب. طرحت شركة تسويق النفط العراقية سومو عقداً محدد المدة لتوريد زيت وقود عالي الكبريت للأشهر من شهر نيسان إلى شهر أيلول، وسيغلق العطاء في 22 من شهر شباط الحالي على أن تظل العروض سارية لمدة 20 يوماً، وسيتم تحميل الإمدادات من ميناء خورزبير من سفينة إلى سفينة بكميات تتراوح بين 262 ألف طن إلى نحو 465 ألف طن شهريا. أعلنت سفارة الصين لدى العراق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 53 مليار دولار خلال العام الماضي. وقالت السفارة إن حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق بلغ أكثر من 53 مليار دولار أمريكي في عام 2022 بزيادة وصلت لأكثر من 43% على أساس سنوي. وكان السفير الصيني في بغداد قد صرح في شهر تشرين الأول الماضي بأن العراق يعد ثاني شريكا لبلاده من حيث تصدير النفط الخام وحجم التبادل التجاري. أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الشهر المقبل بهدف استعادة العلاقات السوقية. هذا وأوضح مسؤولون روس أن بلادهم تبيع النفط المنتج بشكل كامل، إلا أنها لا تبيع النفط لمن يلتزم بشكل مباشر أو غير مباشر بمبادئ سقف الأسعار، واصفين هذا السلوك بغير المشروع. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع على مرسوم الإجراءات الجوابية على آلية سقف الأسعار على النفط الروسي والتي فرضتها بعض الدول الغربية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.